سيارة أجرة ذاتية القيادة في معرض جايتكس للتقنية، مبادرة من هيئة الطرق والمواصلات بدبي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في وسائل النقل العامة للمدن الذكية. السيارة مزودة بأنظمة الرادار وشاشات مراقبة لضمان سير المركبة على الطرقات العامة. تنقل للمواصلات على طبعا بتكون ان شاء الله على مستوى معرض دبي وسيله مستقبليه راح تساهم في منظومه المواصلات العامه وراح تحقق رؤيه الحكومه في جعل معرض دبي المدينه الاذكى في العالم. المعرض في دورته الحاليه شهد مشاركه العديد من الشركات والمؤسسات المتخصصه في المجال التقني والابتكارات الذكيه وطرق الامن والسلامه، لا سيما أن التوقعات تشير إلى ارتفاع الطلب على قطاع التكنولوجيا خلال الأعوام المقبلة. مراكز بيانات العالمية من مايكروسوفت وبنتيح للزائرين أن هم من خلال الأوجمنتد رياليتي أن هم يشوفوا إزاي المراكز بيانات العالمية من مايكروسوفت، يشوفوا إزاي بنأمنها ويشوفوا إزاي حجمها بيكون عامل إزاي. ويسلط جايتكس الضوء على عدة قطاعات مثل المدن الذكية والواقع المعزز والافتراضي وانترنت الأشياء والتصنيع الذكي، كما سيعرض المدن الذكية أكثر تقدما على مستوى العالم التي تستخدم تقنيات الجيل القادم في البنية التحتية. على مدار 5 أيام يجتمع مشاهير التقنية لعرض آخر ما توصلوا إليه من حلول وابتكارات ذكية، إلى جانب البحث عن شراكات وصفقات جديدة في ظل تنامي الطلب على الحلول التكنولوجية. درويش الطويل، سكاي نيوز عربية، دبي.